أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. بصلي من كل قلب إن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك. موضوع هذه الحلقة كتير 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 مهم لإلك، لحياتك، لمستقبلك، لأبديتك، لمصيرك أيضا. حديثنا في هذه الحلقة رح يكون أو يدور حول موضوع غفران بلا حدود. رح نشوف طبعا الفرق بين الغفران بين المسيحية والإسلام أو حتى أي ديانة أخرى، بغض النظر مش مهم، لكن الفكرة المسيحية على أساس إيش هو الغفران، ورح نحكي عن معنى الغفران، وبعدين رح نصل طبعا نتكلم عن الغفران الإلهي وشو اللي بيحجز مثل الخطية، نحكي عنها نوضحها لكل مشاهد حتى بالفعل الإنسان يحذر ويأخذ خطوات عملية لحياتك الروحية ولنفسك وأبديتها المهمة. إخوتي وأخواتي، إذا عندك أي سؤال أي مداخلة بعد قليل رح نفتح الهواتف أمامك وممكن تتواصل معنا. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون ليكن نور بث مباشر اليوم، وحديثنا في هذه الحلقة غفران بلا حدود. وطبعا ضيفة البرنامج هي مش ضيفة، هي واحدة منا من هذا المكان من هذا البرنامج، الأخت رشا نور. أهلا وسهلا أخت رشا. أهلا بك يا حمزة. خليني في البداية أقول أنه موضوع هذه الحلقة هو كتاب أنت كتبتي عن هذا الموضوع، ولما كنا نحكي قبل الحلقة ذكرت أنه هذا الكتاب له معزة خاصة في داخلك في قلبك، لأنه تكتب هذا الكتاب بظروف ما كانتش سهلة. هل فيك تشاركي هذا للمشاهدين ولا في معلومات محظورة، أو أنا بترك الموضوع لإلك؟ أمين. هو غفران بلا حدود هو كتاب بيتكلم على الغفران في وجهة نظر الكتاب المقدس في المسيحية، وكمان بيتكلم على فكرة الغفران في الإسلام. إزاي الغفران في المسيحية غير محدود، وإزاي إن هو محدود في الإسلام. الفكرة مش بس إن إحنا نوصل إن ربنا يغفر لنا ذنوبنا، لكن كمان إزاي نعيش ده. وهو دي الفكرة اللي أنا حقيقة اتكلمت عليها في الأول، إن أنا كنت بعيش في ظروف صعبة في حياتي في وقت كان صعب جدا جدا جدا، وكنت مش موضوع كتابة المعلومات، لكن إزاي أنا عشت الفترة دي في حياتي، كنت بفهم يعني إيه الواحد يعيش الغفران، إزاي الواحد يغفر لنفسه ويغفر للناس اللي حواليه، وإزاي يمارس الغفران مع الآخرين ويكون ليه تأثير إيجابي على حياتي وعلى حياة الناس اللي حواليا. وأنا لقيت حاجات كتيرة جدا اتغيرت في حياتي بسبب الغفران، أما أنا ابتديت أعيشه بجد، مش بس أتكلم عنه لكن أعيشه وأمارسه واختبرته في اختبارات الحياة كانت قاسية جدا جدا في حياتي، وكان صعب عليا قوي أن أنا أغفر فيها في أوقات معينة، لكن كنت بتحط قدام كلمة، وكنت ربنا بيحط قدامي تحدي، هل انت هتقدري انك انت تعتمدي على قوتي انا، ولا هتعتمدي على ذراعك انت وعلى مقدرتك وعلى امكانياتك؟ فانا كنت بختار ان انا اترمي في ربنا، ان انا اقول له انا مش قادره لكن انت تقدر. وهنا ابتدى ربنا يديني شفاء للمشاعر المجروحه وللمراره،
والإحساس بصغر النفس وإحساس بالذنب على أمور سواء أنا ارتكبتها أو ما ارتكبتهاش. وابتدى ربنا يشفيني من جوه وابتدى أطلع أتكلم على الغفران مع ناس بيعدوا في نفس الظروف دهيت وبيعدوا في نفس الأمور دهيت وبيبقوا مش قادرين إن هم كمان يغفروا. يعني يمكن النهاردة النقطة اللي احنا هنتكلم عنها هي ازاي المسيح غفر لنا، ازاي ان ربنا هو اللي بيستر خطيتنا وبيستر اثمنا وذنوبنا. لكن ممكن ان احنا في وقت تاني نكون، يعني كنت بدي اقول للتوضيح انه الكتاب هو عبارة عن جزئين. الجزء الاول بيتناول الغفران الالهي، انه ازاي كيف الرب غفر لنا وأنه غفرانه بلا حدود. والجزء الثاني بتهيألي إذا أنا فاهمك كويس أنه رح بيتكلم عن العلاقات، إزاي أغفر لنفسي، إزاي أغفر للآخرين، إزاي أنا أستقبل الغفران وإزاي أنا أمارس هذا الغفران. اليوم خلينا نركز على مع المشاهدين طبعا على موضوع الغفران. فخليني هيك أفوت يعني بشكل مباشر، شو هو الغفران؟ ما هو الغفران؟ أو إذا بتحب تحكي عن معنى الغفران. معنى الغفران كلمة غفر أو غفران أو مغفرة جت في الكتاب المقدس العهد القديم بمعنى طلاق في المعنى العبري. وجت ذكرت في سفر التكوين، كلمت عن إزاي أن نوح كان بيطلي الفلك بالقار. وعلشان كده أما بالزفت، يعني اللي هو الزفت العادي. وده يعني رمز واضح جدا كان بيكلم على الكفارة وبيكلم على المسيح نفسه. يعني كتير جدا من الشراح ما بيجوا يشرحوا الكلمة كتاب المقدس بيرجعوا لنوح وبيكلموا على الفلك بتاع نوح ان هو المسيح. والقار اللي طلبي الفلك ده هوت علشان المية ما تخترقهوش وتدخل جواه وكده، كان بيكلم على دم المسيح اللي بيمنع عنا الهلاك الأبدي. ودي كانت أول مرة بتتذكر في الكتاب المقدس في العهد القديم. لكن في العهد الجديد جات بمعنى تاني، بتتكلم على الكفارة أو الكفر أو الغطاء. وفي رسالة يوحنا الأولى بيتكلم إن أخطأ أحد منا فلنا شفيع عند الآب يسوع البار، وهو كفارة لخطايانا، وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. كل العالم. فهنا وجهين اللي بيتكلم عنهم فكرة الغفران في العهد القديم والجديد. يعني الأولى اللي بتتكلم عن الستر، قصدك يعني كيف غطى الفلك، والكلمة طبعا الثانية المعروفة جدا اللي هي كلمة التغطية من كيبور في اللغة العبرية. بالضبط، من غطاء. لكن في نفس الوقت احنا هنا في أربع تشبيهات، يعني في أربع تشبيهات في الكتاب تقريبا في العهد الجديد بيتكلموا على فكرة الغفران. إزاي الإنسان اللي هو بيحتاج غفران، إزاي إنه هو بيتغفر له ذنوبه، يعني الخطية اللي هو بيقترفها أو الإثم أو المعصية اللي بيعملها دهيت بتبقى محتاجة إيه. بتيجي بمعنى الستر اللي هو زي ما يكون مثلا حد عامل ارتكب إثم أو ارتكب حاجة شنيعة وبعدين حد بيجي يستره. احنا في اللغة الدارجة في مصر حد يقولك ايه استره، فاستره ربنا هو اللي بيستر. دايما يقولوا كلمة طوبى للذي سترت خطيته. بالضبط، وغفر إثمه وسترت خطيته موجودة في مزمور 32. فبالرحمة والحق يستر الإثم، من يستر المعصية يطلب المحبة. ودي موجودة في أمثال، ودي أنا هقف عندها شوية. من يستر معصية يطلب المحبة، ودي بالضبط اللي هو عمله معنا المسيح. لأنه هو حبنا، لأنه هو كان بيحبنا محبة أبدية، هو سطر الإثم دهوت. وبدل ما الخطية دي كانت فاصل ما بيني وما بينه، بقى هو سترها، هو مغطيها. فعلشان كده هوت بتيجي المعنى الأولاني بتيجي بمعنى اللي هو الستر، إن هو بيسترنا.
بيستر الخطية بتاعتنا. لكن في معنى التاني برضو اللي هي يعني نرجع لمزمور 32 الآية الأولى، طوبى للذي غفر إثمه وستر. ومش بس يعني غفرت وسترت خطيته، يعني في ستر، في يعني غطاء إن صح التعبير. يعني الموضوع مش موضوع إن ربنا يغفر وتفضل الخطية موجودة وأنا حاسس بيها ومتعلقة وأنا حاسس بالذنب من ناحيتها وبلوم نفسي طول الوقت عليها، لكن أنا ربنا بيغفر لي وبيستر خطيتي. يعني مش بيغفر لي وبس، لكن بيغفر ويستر الاثنين، فبالتالي أنا بعيش في تصالح مع نفسي. تفضل أخت رشا. علشان كده المسيح أما جه ستر الخطية بتاعتي، هو غفر ذنبي وستر خطيتي، فأنا حصل تصالح مع نفسي. وهي دي النقط عشان كده اللي هي أنا كنت بتكلم فيها، اللي هي تأثيرها على حياتنا. أنا حياتي بتتغير ليه؟ لأن هو مش بيغفر لي بس ذنوبي وأفضل أنا فاكرها لنفسي، ده هو بيغفر لي ذنوبي، بيستر خطيتي، فأنا مش بقدر أغفر لنفسي الخطية. بس نوضح الفكرة، أنت بتتكلم عن طريق طبعا سفك دم، لأنه طبعًا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا، لازم يكون في دم طبعا. وده هيجي في يعني بعد ما نتكلم شوية هنيجي هنتكلم على إزاي ربنا بيغفر وليه بيغفر، ما بيقولش بيغفر بكلمة ويقول مغفورة لك خطاياك وانتهينا على كده، وبيتعلق طبعا بعدل الله ومحبته وعلى أساسات يعني واضحة. تاني نقطة اللي هي الستار، يعني احنا اتكلمنا قلت في أربع تشبيهات. أول نقطة اللي هي زي ان هي ده موضوع إثم وبيتستر. تاني نقطة اللي هي عاملة زي السحابة اللي بتبقى في النص فاصلة ما بيني وما بين الله. طبعا أنا مش بجيب التشبيهات دي من نفسي، أنا برجع للكتاب المقدس طبعا علشان أجيب تشبيهات وهو بيكلم على الخطية عاملة إيه، وعلشان إحنا بنتكلم ليه على الخطية دلوقتي عشان نقدر نشوفها، فنقدر نشوف هي عاملة إيه فينا، فنعرف إيه أهمية الكفارة، إيه أهمية الغفران الإلهي. مش أنا مثلا مش مهمة بالنسبة لي الموضوع دوت، أنا مش قادر أشوفه، كل ما أنا ما أقدرش أشوف خطيتي كل ما أنا مش ههتم ابدا بموضوع الغفران الالهي. تاني حاجه اللي هي سحابه سودة، عامله زي السحابه اللي بتحتاج ان هي مش بس تتشال او تتزح على جنبها، لكن مسح تتمحى. وهو قال كده هوت في سفر اشعياء، بل اثمكم صارت فاصله بينكم وبين الهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم. وفي أشعياء 44 بيقول قد محوت كغي من ذنوبك وكسحابة خطاياك. فبالتالي إحنا بنتكلم على السحابة ده هي اللي كانت واقفة ما بيني وما بين ربنا، وكانت السحابة دي يعني عاملة زي أنا مش عارفة إذا كنت يعني المشاهدين مثلا هل تعرضوا إن هم راحوا على أماكن فيها سحاب يعني يبقى فوق كده هوت. أنا كنت عايشة في بلد وكانت البلد دي على قمة جبل، إحنا ما كنا بنطلع ساعات في الشارع كنا بنحس إن السحاب لأنه ماشي معانا، ما بنبقاش شايفين الناس اللي جنبنا مع أنهم ما بيننا وما بينهم حوالي متر أو متر ونص، بس أنا مش شايفاهم خالص. ليه؟ لأن السحابة جت في النص. فبالتالي إحنا هنا وقت ما بنتكلم في كلمة ربنا عن أن السحابة دي كانت فاصلة ما بيني وما بينه، ده معناها أن أنا مش قادرة أشوفه، أنا مش قادرة أشوف الله، أنا مش قادرة أشوف قوة الله، مش قادرة أشوف إمكانيات الله، مش قادرة أشوف قداسة الله. فأنا بتعامل مع الله وأنا مش شايفاه، مش قادرة أتعامل معاه، مفيش أي كوميونيكيشن، يعني إحنا أي اتصال بيجرى عن طريق إن اتنين شايفين بعض مثلا. فأنا ما بيجي السحابة دي تعدي في النص أنا بتفصلني عن ربنا، لكن ربنا المسيح في محبته هو بيمحو الخطايا ده، بيمحو السحابة. قد محوته كغي من ذنوبك وكسحابة خطاياك، فما بقتش فاصلة ما بيني وما بينه، بيغفرها بيشيلها تماما، فبترجع العلاقة مرة تانية معي. تفضلي.
يعني تحكيت عن التشبيهات الأول والثاني، تكلمت عن 4 تشبيهات وحبيت هاي التشبيه الثاني، إنه فعلا إنه الغيمة يعني الشمس موجودة وأشعة الشمس موجودة، بس اللي حاجز هي الغمامة، الغمامة السوداء. بحال ما بتنقشع الغمامة بيرجع التواصل والعلاقة طبيعية ما بيننا وما يعني. بين في تشبيه تاني كان موجود في أرميا، سفر أرميا، بيقول خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماء الماس ومنقوشة على ألواح على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحهم. هنا أنا بصراحة استوقفتني الآية دهية. ليه؟ لأن إزاي إن الخطية بتبقى موجودة في السجلات السماوية وفي نفس الوقت هي موجودة جوايا أنا على قلبي، مكتوبة في قلبي. فده معناها إن أنا لما أكون أنا بخطئ إلى الله بيبقى عندي مشكلة، إن أنا بتبقى جوايا الخطية وببقى مش عارف أتخلص منها إزاي وببقى عايشها وبتبقى جوه قلبي، فبحتاج ان حد يجي يغسل الخطيه ديت من جوه قلبي وان هو يطهر قلبي عشان اقدر ارجع تاني يكون ليا قلب ينبض، قلب مش حجر، قلب لحم يقدر ان هو يتعامل مع الله مره تانيه ما فيهوش خطيه. الله مش بتعامل مع الإنسان وهو جواه الشر والخير، لكن الله أما بيجي يغفر الخطية بيعمل عمل إلهي في الإنسان. وأرميا بيتكلم عن هذا الموضوع طبعا قبل السبي وعم بوضح خطايا يهوذا، يعني خلينا نقول إسرائيل، وعم بيظهر هذه الخطايا وعم بيعطي فرصة للرجوع وللتوبة. بس وصل الوضع انه خلاص ما عادش يعني الله، الدمار جاي وبابل رح تاخذ المملكه الجنوبيه، وفعلا في سنه 586 اخذتها. فعم بشبه انه الخطايا وصلت لوضع انه منقوشه، يعني النقش ما فيك تمحيها او كذا، خلاص يعني حتما انه صار في إشي منقوش والخطايا واضحه جدا. بالظبط. فبالتالي احنا دلوقتي احنا لو احنا جوانا هذا النوع، يعني الانسان لما بيوصل في تعدي على ربنا في ان هو بالخطايا اللي بيتمادى فبيوصل ان هو زي ما كاتب الكتاب بيقول يشربون الاثم كالماء، يعني مش حاسس ان هو بيعمل حاجه غلط، وابتدت ان الامور بقت طبيعيه جدا ان هو يخطئ الى الله ويخطئ في حق نفسه ويخطئ في الاخرين. ف ده محتاج له شفاء إلهي. ده ما ينفعش أنا أجي أقول أنا هعمل شوية أعمال حسنة في المقابل فربنا يغفر لي ذنوبي ويكفر عن سيئاتي وهدخل الجنة إن شاء الله. لا، مش هدخل. احنا بنحكي عن الله القدوس هون. لا طبعا، الله لا يشمخ عليه، الله ما بحدش بيضحك عليه. ما ينفعش أنا أضحك على ربنا بشوية أعمال صالحة وأقول له أهو شوية الأعمال دخلني السماء. الأمور ده هي لا يمكن إن هي تمشي مع ربنا. يعني وصل للتشبيه الرابع. التشبيه الرابع هو عامل زي الثقل. طبعا أي واحد بيعمل خطية بيحس بيقولك حتى إن هو أنقض ظهرك. يعني طبعا ده إسلاميا، لكن حتى مسيحية بيكلم يعني الكتاب المقدس في المزمور بيقول داود أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. يعني رفع الأثام، رفع الأحمال عنه. فالضمير الإنسان، ضمير الإنسان بيبتدي إن هو يوجعه بقى، يبتدي الخطية تفضل ايه كل ما يعمل حاجه تاكل فيه. بالظبط، تسبب له امراض جسديه ونفسيه وروحيه. وبعدين الخطيه يعني خاطئه جدا، الخطيه بتحني الظهر. فهو احنا محتاجين ان الله يرفع، لكي يرفع خطايانا. مكتوب في يوحنا الاولى ان هو وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطيه. لازم يجي واحد هو مش شايل عشان يشيل خطيتي،
عشان كده المسيح هو اللي جه شال خطيتي، ما كانش ينفع حد تاني غير يشيل الخطية، لأن ما فيش واحد يقدر يشيل خطية إنسان، لأن هو أصلا ظهره محني من الخطية زي وزي. طيب احنا انا راح اسالك كمان يعني عن موضوع الغفران، كيف احصل وكيف اتمتع فيه، لكن بحب اعطي فرصه للمشاهد. برجع بكرر اذا عندك اي مداخله اي سؤال انا بدعوك بعد يعني كم دقيقه اعطينا نبتدي نفتح خطوط التلفون حتى نستقبل مكالماتك، لكن ابقوا معي في هذه اللحظه راح نكمل حديثنا بعد هذا الفاصل. أهلا أعزائي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة غفران بلا حدود، وحديثي طبعا مع الأخت رشا نور. أهلا وسهلا أخت رشا، أنت أعطيت التشبيهات والتعريفات بالنسبة للخطية وكيف الرب تعامل معها. خليني أجي في هذا الجزء، أنه طيب تكلمنا عن الغفران، عن معنى كيف أنا ممكن أحصل على هذا الغفران، ولأنه غفران بلا حدود خليني أوجه السؤال كيف أتمتع بالغفران، طبعا غفران الإلهي الغير محدود. تمتع بالغفران الإلهي الغير محدود، لازم نرجع لكلمة ربنا بتقول إيه في النقطة ده. أنا علشان أنال الغفران الإلهي لازم أمشي في طريق التوبة، وفي نفس الوقت أؤمن بكفاية دم المسيح. ما ينفعش أتوب بس. أوكي. ما ينفعش أتوب بس. يعني لازم دايماً أنا... إحنا دايماً بنعلم عن موضوع الخلاص التوبة المقرونة بالإيمان. يعني العملة ذات الوجهان. الوجه الأول التوبة، والتوبة بتعني تغيير الفكر، والوجه الآخر اللي بيعطي بالانس توازن الإيمان بعمل المسيح الكامل على الصليب. تمام، يبقى دول النقطتين اللي احنا هنتكلم فيهم. فضل. وهي دي انا يعني سوري بتحكي. طيب بالظبط، يلا هاي القلوب عند بعضها. لا هي يعني هو كلمة الرب واضحة جدا، وعشان كده مش هيختلف عليها اي لغوية. تغيير الفكر يعني هيك المعنى، ميتانويا بس في اليوناني، لكن هي بتعبر عن اكتر، بتتكلم عن الترك، بتتكلم عن تغيير الاتجاه ومجرى الحياة، الانقطاع الكامل عن أي شيء بيربطني في الماضي، هاي التوبة. طبعا في آية في كتاب بتقول في أشعياء 55 بتقول اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. نعم. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتوب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. الآية ده هي لو احنا مشينا فيها شوية هنعرف يعني إيه، إزاي أنا أعيش خطوات إيجابية، خطوات عملية، إزاي أنا أخد الغفران الغير محدود ده. أول حاجة بيقول على فكرة، بس يعني آسف أنه يعني الإصحاح بيبتدي مثل ما ابتديتي في الشطر الأول أنه خطايانا صارت فاصلة. وهون بيتكلم عن العلاج والكيفية، يعني أطلب الرب ما دام يوجد، رب مازال موجود. بالضبط. وعشان كده احنا اتكلمنا اللي هي ان الخطايا اللي كانت فاصلة ما بيننا وما بين الله. بالزبط. اتكلمنا عليها في الاربع تشبيهات الاولانية اللي كانوا قبل الفاصل. دلوقتي هنتكلم على ازاي احنا ناخد الغفران ده، هو ازاي نطلب الرب ما دام يوجد. اول حاجة الله موجود والله قريب. الله مش تعالى، الله مش بعيد. الله تنازل، الله قريب.
وطالما الفرصة سانحة ومفتوحة. بالضبط طبعا، ودلوقتي الفرصة مفتوحة لكل واحد، وأي واحد يحب أنه هو يقبل عمل المسيح الكفاري من أجله، دي فرصة ذهبية الآن. الآن وقت مقبول، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، الكتاب بيقول. وعلشان كده أنا بقدم النهاردة رسالة لكل واحد حاسس أن الخطايا كسرت ظهره، حاسس أن الخطايا فصلت ما بينه وما بين ربنا، حاسس أن الخطايا بتاعته، الأثام، الذنوب والمعاصي خلاص دخلته في دايرة بعدته عن ربنا، وحاسس أنه ملوش وش أن هو يوري وشه ربنا. أنا بقولك النهاردة، النهاردة وقت مقبول، النهاردة تعالى وقول له يا رب تعالى المس قلبي، تعالى افتح قلبي. أنا ما عنديش كلمة أقولها لك، لكن أنت يا رب تقدر تيجي وتفتح قلبي وتنور عيني. أنت تقدر تيجي تغير حياتي من إنسان بعيد عنك ومعرفكش، الإنسان أعرفك معرفة حقيقية ويكون لي علاقة حقيقية بيك. أنت إله عظيم، وأنت إله صالح، وأنت إله ما بتردش حد. أنت موجود، أنت قريب مني، أنت أقرب مني من أقرب الناس ليا. علشان كده أنت يا رب تيجي النهاردة وتغير حياتي، أنت يا رب تيجي النهاردة وتغير ذهني، أفكاري، تغير اتجاه قلبي، تغير قلبي اللي بقى تحجر من بعد عنك. اديني قلب جديد، قلب لحم ينبض ويحس بيك. الـ الـ الآية اللي احنا اتكلمنا عنها ده هي فيها نقطتين انا هتكلم فيهم. اول حاجة ليترك الشرير طريقه، الطريق. حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي، ازاي ان انا اسيب، اترك الطريق اللي انا ماشي فيه، اترك الاسلوب بتاع الحياة اللي انا ماشي فيه. لو انا ماشي في حياتي بدور على الملذات بتاعتي، بدور على الماديات بتاعتي، بدور على مراكز القوة والسيادة بطرق غير مشروعة، عايز اوصل وخلاص، انا مش عايش علشان مجد الله، انا مش عايش عشان احقق مشيئة الله في حياتي، لكن انا عايش عشان احقق ذاتي واحقق واحقق واحقق، وبعدين في الاخر بخسر نفسي. النهارده ربنا بيقول لك تعالى وانا هقدر ان انا اغفر لك الذنوب بتاعتك، انا هقدر اغفر لك. ولو احنا نرجع ل يعني للآية دهيت، هتلاقي إن هي دي آية موجهة لناس كانوا بعاد عن الله، لناس كانوا بيعبدوا آلهة أخرى، يعني بعدوا عن طريق عبادة الله وحطوا لنفسهم آلهة أخرى يعبدوها، صح؟ الآية موجهة لناس أصلا أشركوا بالله، يعني هم بعدوا عنه وبطلوا يعبدوه. وكان أرميا بيكلمهم يقول لهم ارجعوا، ارجعوا لله مرة تانية. ودي النقطة الرائعة جدا في الكتاب، إن الله بيدي الدعوة دي لإنسان بعيد، إنسان بيشرك بيه، إنسان بيعبد إله غيره. وطبعا ده بيختلف تماما 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 عن الإسلام. ليه بقى؟ لأن الإسلام في حتة الغفران مشترطة بعدم الشرك. يعني مثلا في سورة النساء هتلاقي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر من ما دون ذلك. يعني انت لو انت بتشرك بالله ربنا مش هيغفر لك، لكن لو اي حاجة تانية ربنا يغفر لك. وده موجودة برضو كمان في سورة النساء 116 و48 نفس الآية، الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هي الآية اتكررت مرتين في سورة النساء. فبالتالي موضوع الغفران اللي بيتكلم عنه الله في إله الإسلام مختلف تماما عن فكرة الغفران في كتاب مقدس. كتاب مقدس بيقدم الدعوة للناس كلها، هنا هو بيقدم الدعوة لكل الناس ما عدا الناس اللي أشركوا به. وفي حتة برضو أنا كنت كتبتها، الله لا يغفر للمرتدين الكافرين. في آية في سورة النساء برضو بتتكلم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أنا دلوقتي قدام تحدي، قدام إلهين، وأنا هحط قدامك الإلهين وهحطه أمام المشاهد.
التحدي دهوت. إله بيقدر يغفر الإثم والخطايا لأي إنسان كافر بيكفر بيه هو شخصيا، بيشرك بيه هو شخصيا، وبيقول له أنا أقدر أغيرك، أنا أقدر أبدل قلبك. أنت لو أنت جيت دلوقتي أنا هفضل أخبط على باب قلبك إلى ما لا نهاية لغاية ما تموت. أنا هفضل أقدم لك الدعوة أنك أنت تيجي ليا لتتمتع بالغفران إلى أن تنتهي حياتك. وإله تاني غفرانه محدود، غفرانه محدود بناس معينة. يعني الله لو مش هيهدي الناس المرتدين أو الكافرين أو يقول لك إيه لا يغفر ولا يهدي الكافرون، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة. فبالتالي أنا دلوقتي بقدم الإله الإسلام بيقدم الدعوة لمين؟ للمهديين فقط اللي هم بيعبدوه عشان يغفر لهم. لكن الكتاب المقدس الإله الحقيقي دعوة للخطاة، الدعوة للخطاة، الدعوة لا يحتاجون الأصحاء إلى طبيب بل مرضى. الناس المهديين، الناس اللي بيتبعوا الله، إيه الدعوة في أنهم يتبعوه؟ إيه الفكرة في أنهم والفكرة الكتابية طبعا بكمل في نفس الآية، لأن أفكاري ليست أفكاركم يقول ولا طرقي طرقكم، لأنه كما علت السموات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم، لأنه كما ينزل المطر والثلج على الأرض ولا يرجعان هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل. الفكرة لما الله بيتكلم في حاجة بيتكلم عن الغفران وبيوعد في الغفران، الله قادر إنه يغفر الخطية طبعا. وعشان كده ده الفرق ما بين الإله الحقيقي والإله المحدود. الله غير محدود ولا يمكن إنسان أن يحد الله. ولو إحنا بنحد ربنا يبقى إحنا بنعبد إله محدود، يبقى ده مش ربنا. لو أنا بعبد إله محدود أنا شايفة إمكانياته محدودة، يبقى ده مش ربنا. أنا راح أوجه لك سؤال، بس كمان راح نأخذ فاصل قصير عن الفرق بين الغفران بين المسيحية والإسلام. وأنا ذكرت إنه الله قادر إنه يغفر الخطية. السؤال اللي دائما بيطرحوه طبعا أحبائنا المسلمين، لماذا لم يغفر الله بكلمة؟ ألم يقل المسيح مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك؟ فكر في الموضوع ونرجع نحكي في الموضوع. بحب أعطي فرصة، رح نفتح خطوط الهاتف، وإذا عندك أي مداخلة تواصل معنا. سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة البث المباشر غفران بلا حدود مع الأخت رشا نور. طبعا أنا وجهت السؤال عن الفرق بين الغفران في المسيحية والإسلام، لماذا لا يغفر الله بكلمة؟ تفضلي يعني كملي فكرتك وممكن تشاركينا. لو احنا هنقل على نقطة إزاي ربنا ما يغفرش بكلمة، ربنا ما ينفعش ان هو يغفر بكلمة، لكن الله غفر بكلمته. الكتاب بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فهنا بيتكلم ان كلمة الله اللي موجود في القرآن، بيقول كلمة الله أرسلها وروحه، بيكلم على المسيح. إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة الله وروح منهم ألقاها إلى مريم.
فبالتالي احنا بنتكلم على الغفران مش بكلمة لكن بكلمة الله. الله بكلمته غفر، وعلشان كده هو الله مش بيغفر زي ما احنا بنتكلم كده بكلام ملوش قيمة. يعني انا ممكن اتكلم كلام وخلاص، لكن في المسيحية لازم يكون مبني على اساس، يعني الله بيغفر ليه؟ ما في رحمة وفي عدالة وفي، يعني لازم يكون على الله بيغفر بالألام مش بيغفر بالكلام. الله مش بيقول كلمة وخلاص، الله بيغفر بكلمته بالألام. ليه؟ لأن أنا دلوقتي لو أنا أخطيت فأنا مش بخطي تجاه نفسي فقط، أنا بخطي تجاه نفسي وبخطي تجاه الله في حقه. فأنا دلوقتي لو أنا عايز أن ربنا يغفر لي، ما أنا لازم أدفع له حقه هو، لأن أنا الخطية دي موجهة ليه هو شخصيا. طب مين اللي هيقدر يدفع حق ربنا؟ هو الحل الوحيد أن الله يغفر بالكلمة اللي هو الرب يسوع المسيح الذي جاء ليغسل ذنوبنا بدمه، يكون كفارة لينا، غطى لينا، ساتر لينا على عود الصليب. وإحنا ممكن هندخل دلوقتي على صفاته، صفات الفادي، إن هو ليه ربنا ما ينفعش إن هو يغفر لنا مثلا. بس قبل الصفات، يعني إحنا بنقترب لله على الأساس في توبة حقيقية. ذكرت عن تغيير الطريق وتغيير الفكر، يعني في شيء لازم يتغير اللي إحنا بنسميه توبة، يعني نتوب لله. طبعا احنا كلمنا على تغيير الفكر حقيقة وقارناه بالشرك. تغيير الطريق، تغيير الفكر، تغيير الفكر انا عايز ارجع له. لان هو قال في أشعياء 55 ليترك الرجل الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره. الفكر نفسه بيبقى فيه يعني زي تعدي على الله. لان احنا ما بنيجي نفكر واحنا بنعمل الخطيه بتبقى بنشك في ربنا، بنشك في محبته، بنشك في هي التوبه اللي انا مقدمها دي توبه حقيقيه ولا مش توبه حقيقيه. هو ايماني بالمسيح، لو انا امنت بالمسيح كفايه ولا مش كفايه، وانا ممكن اترفض قدام الله. وابتدي ان انا افكر افكار لا تموت لكلمه ربنا. انا دلوقتي لازم افكاري يوزبة كل فكر إلى طاعة المسيح. لازم أفكاري ما تبقاش أفكار مستمدة من المجتمع ومستمدة من الناس اللي حوالينا والناس اللي بيحكوا معانا، لكن بتستمد من كلمة الله. الكتاب المقدس واضح جدا في النقطة ده، هي إن هو قال في أفسس 2 بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. يعني ده إحسان وبلا مقابل. يعني إحسان لمن لا يستحق الإحسان ده. ونعمة غنية. وعشان كده هو النقطة ده هي مش موجودة في الإسلام. يعني النقطة دي ملهاش مقابل في الإسلام. أنا دلوقتي عايزة ربنا يغفر لي، يبقى أنا لازم أعمل. يعني مثلا أنا هو في الإسلام، أنا جبت آية هنا هوت، والآية دي يعني حسيت إن هي أكتر آية مناسبة للموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني الله هيدخلني، هيغفر لي وهيدخلني جنات من تحتها، تجري من تحتها الأنهار. إمتى؟ أما جاهد في سبيله بإيه؟ بمالي وبنفسي. وبعدين دي في سورة الصف، في آية في سورة التغابن بتتكلم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضعفه لكم. يعني أنا بقرض ربنا. تخيل يعني واحد بيقول الغفران غير محدود، غفران لا نهائي لإنسان كافر وإنسان شرير وإنسان بيشرك بيا، واحد بيقول إن لا ما ينفعش للي بيشرك بيا، واحد بيقول إن الغفران ده هو بلا مقابل، يعني ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد،
والتاني بيقول لا انتم لازم تجاهدوا بانفسكم واموالكم وتقرضوا الله قرضا حسنا علشان يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. ده يعني احنا بندخل في اله حقيقي بيقدم غفران حقيقي وغير مشروط للانسان، ويبقى يعني إنسان مش بيفكر. اللي يرفض هذا النوع من الغفران أمام غفران مشروط بإمكانياتك وبأموالك وبقدرتك على العطاء وقدرتك على معناته لا مجال للفقير إنه يغفر له، ولا الفقير هيروح يموت نفسه الغلبان، لكن اللي معاه فلوس هيدي فلوس وخلاص. طيب احنا رح نكمل عن شروط الفادي، بس خليني اذا بعد اذنك اخذ مكالمة او اثنين. اتفضل. خليني اخذ مكالمة من نهال. اهلا وسهلا اخت نهال، انت معنا على الهواء. نهال انت معنا على الهواء. اهلا وسهلا اخت نهال. اخت نهال من بريطانيا، اهلا وسهلا فيك. طيب مش مسموع. اخذ مكالمة تانية من ابو مهند. اهلا وسهلا ابو مهند. مساء الخير. مساء الخيرات، تفضل ابو مهند. تحية محبة للاخ نزار شاهين والاخت الفاضلة الاخت رشا نور، محبتي لكم. تفضل. محبتي لكم دائما أيها الإخوة. حبيبي ربنا يباركك، ربنا يباركك. كلمة بسيطة تقول، هل تخاف من بعدك عن الله؟ هل تخاف بسبب بعدك وتظن بأنه لن يقبلك؟ إن الذي خلصك واهتم بك طوال هذه السنين هو يتوقع عودتك وذراعاه مفتوحتان لقبولك ومسامحتك. إنه لن يرفضك ولن يخرجك البتة من لدنا. كم يجب أن تفرح وتبتهل من أجل صبر الآب السماء والحنون ومحبته وطول أناك. هناك حدود لمحبة الإنسان، ولكن ليس لمحبة الله. نعم. قد تكون مخطئا في طرق كثيرة، لكن المطلوب أن تكون بارا في طريق واحدة وهي التوبة. التوبة التوبة. وشكرا. شكرا جزيلا أبو مهند على هذه المداخلة. خليني أخذ مكالمة من زيتوني من تونس. أهلا وسهلا أخ زيتون، أنت معانا على الهواء. عسلامة أخ نزار. أهلا وسهلا، تفضل أخ زيتوني. أخت راشا، بالله في موضوع الغفران اللامحدود، عندما نقرأ بالله الأخت راشا عندما تقرأ الآيات يقول الله تعالى، فأنا سأتكلم من الكتاب المقدس ومن القرآن. القرآن ماذا يقول عن الخطيئة الأولى؟ وقلنا يا آدم، هذه آية في سورة البقرة، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ثم إلى ما حتى يصل يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه هي الغفران اللامحدود، أن الله قد غفر لخطيئة أولا. ثانيا، عندما نقرأ في الكتاب المقدس ماذا يقول الكتاب المقدس في سفر التكوين والإصحاح 2، وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. بالله عليك، بالله عليك يا أخ نزار، كيف يعذب الله آدم وهو لا يعلم الخير والشر؟ بماذا؟ يقول في الإصحاح نفسه في الآية 22، وقال الرب الإله هو ذا الإنسان وصار كواحد منا عارف الخير. ألو، أنا سامعك. أنت مع سامعينك أخ زيتوني. الآيات الأولانية هو ذكرها. أخ زيتوني أنت معانا. ممكن أكمل يا أخ نزار؟ تفضل.
الواصل يقول: وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر، أي أنه عندما أكل ولم يأكل بل زوجته هي التي أخطأت أن يأكل أولا، ثانيا عندما تقول أننا نأكل هذا القدير، هذا هو يسوع بنفسه ماذا يقول في بداية يتركني يتكلم ولو للحظة، يقول حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له، هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة. أي لماذا الله لم يغفر لآدم؟ لماذا الله لم يغفر لآدم وهو الذي لم يكن يعرف الخير؟ أخزيتني أخزيتني، شكرا شكرا لك حبيبي، ووصلت مداخلتك. خلينا بس أرد على السريع، أبتدي من بطرس. خلينا أبتدي بالجواب الثاني. لما بطرس سأل المسيح كم مرة، إلى سبع مرات، بطرس حب يتكرم يعني يكون كريم، إنه سبع مرات يعني أغفر في اليوم، فالرب يسوع طبعا هزه قال له 77 مرات. طبعا الفكرة مش فكرة حسابية إنه 490 مرة في اليوم، كل الفكرة إنه بتغفر بلا حدود. وعلى طول الرب يسوع أعطى مثل: واحد مديون ب10,000 وزني والتاني مديون ب100 دينار، وتبع ال10,000 وزني قال له يعني دخيلك، يعني استنى شوي علي، اتمهل علي حتى أوفيك. اتحنن عليه السيد، اتحنن عليه الملك وغفر له، ترك له كل الدين. ولما طلع شاف واحد عبد بيشتغل عنده مديون له ب100 دينار، مسك بخناقه قال له: لازم يعني تعطيني الفلس الأخير. وطبعا راحوا العبيد الآخرين وأعطوا تقرير عنه. السيد جاء قال له: أنا غفرت لك بما يوازي 60 مليون دينار أو أكثر حتى من هذا يعني، وما قدرتش تغفر 100 دينار، فتخيل يعني يكون عندك 60 مليون خطية في اليوم، برضو الرب بيغفرها. فالفكرة غفران بلا حدود، والفكرة الثانية إنه ما تعد الخطايا. أما بالنسبة لآدم، لا يا أخ زيتونة، الرب غفر لآدم، لأنه الرب على طول مع إنه قال له موتا تموت، فعلا صار يشتغل بالأرض ومات جسديا وانفصل عن الله، صار مات روحيا كمان، لكن برضو الرب حنون ورحيم. الرب صنع أقمصة من جلد وأعطى الوعد المسياني أنه سيأتي من نسل المرأة يسوع المسيح الذي سيسحق رأس الحية. في أي تعليق تاني أخت رشا؟ هو قال بس نقطة على آدم وهو في القرآن وما كملش. هو اللي عاوز أقول أنه يعني هو أكيد بيعرف بس تجاهل أنه كمان القرآن بيتكلم عن خطية آدم وحواء، وبيتكلم عن أنه يعني آدم أخطأ وهو ممثل شرعي للجنس البطل، لأنه أخطأ آدم أخطأت ذريته معه، يعني بيتكلم أخطأ آدم فأخطأت ذريته وعصى آدم فعصى ذريته. كمان في حتة في القرآن هو برضو خباها أو تجاهلها. يا أخي زيتون، في حتة موجودة، آية موجودة في سورة البقرة بعد إذنك، بيقول إيه: فتلقى آدم من ربيه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتيكم مني هدى فمن تبع الهدى هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا هوت ليه ربنا أمر إن آدم يهبط من الجنة؟ دي العقاب، كان ده تمن الانفصال عنه. علشان كده إحنا بنتكلم إن الله أما آدم أخطأ في حقه الله طرده من الجنة، ودي موجودة عندك في سورة البقرة. تاني حاجة، أنت اتكلمت على إن الله غفر لآدم ولم تذكر أن الله بيقال كده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله
آيات الله لعلهم يتذكرون، دي موجودة في سورة الأعراف. فليه لازمة اللباس الريش ده والتقوى؟ إيه لازمته؟ إحنا بنقول عليه أقمصة من جلد وانتوا بتتكلموا عليه إن هو اللباس الريش والتقوى. طيب اللباس الريش ده برضو في حيوان الدبح، إحنا بنقول في جلد فحيوان الدبح، وحتى لو انتوا بتتكلموا لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ده برضو بيقول إن في حيوان الدبح. وفي الحالتين الغفران يحتاج إلى ذبيحة، الغفران يحتاج إلى ذبيحة سواء من الإسلام في القرآن أو في الكتاب المقدس. وياريت تقرأ الآيات ده. نأخذ كمان سؤال من، نرجع للأخت نهال. أهلا وسهلا أخت نهال، أنت معنا على الهواء، تفضل على السريع. أهلا وسهلا يا شيخ زهر، أنا بقدر غيرتك جدا يا رشا في تقديم الرسالة وتعريف المشاهدين للإله الحقيقي. فأنا عندي سؤالين، سؤال لحضرتك وسؤال للأسيس نزال لو قد الوقت. بصفتك مطلبة سابقة لما بنيجي نتكلم مع أخواتنا المسلمين عن أهمية الغفران، وطبعا لازم نقول أساس إيماننا المسيحي أنه بدون سفك دم لا يحدث مغفرة، فهم مش بيقبلوا كده وبيقولوا ان الله من اسمائه يا ستي غفور رحيم، هو مش محتاج لا الدم ولا الغير. فايه ردك على مثل هذه النوعيه؟ وسؤال الاسيس نزار، لانه الغفران موضوع شائك جدا يا اسيس نزار، فانا طبعا مفروض اقترانه بغفران الله لينا، يعني إذا بنغفر للناس ذلتهم هم مش هيغفر لنا. فالسؤال على الشق التاني من الغفران اللي هو غفران الإنسان لأخيه الإنسان. لو عندي صديقين وحصل شرخ بينهم في العلاقة لعدم الثقة مثلا، ولكن لأنهم خدام بيقولوا إنه تم الغفران، لكن وأحط الدايرة تحت كلمة لكن ما فيش علاقة بينهم زي الأول، فهل ده نسميه غفران ولا مش شرط إن الغفران يكون مقترن برجوع العلاقة إلى ما كانت عليه؟ شكرا كثير، شكرا كثير أخت نهال. مكتوب إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. الغفران بلا حدود، الغفران غفران كامل، الغفران هو المفتاح لاستجابة الصلاة، هو الغفران هو شرط لقبول النعمة وقنوات البركة، قناة البركة من الله. مكتوب عن أيوب يعني وبارك الله أيوب بعد ما صلى لأصدقائه، يعني في بركة لما في غفران، والغفران بحررني أنا من السجن، أنا بغفر بغض النظر إذا الشخص استقبل أو لم يستقبل. لكن في غفران في طبعا مواقف معينة، إذا مثلا وضع خيانة أو وضع كذب يتطلب ثقة ووقت، لكن بشكل عام غاية الغفران هو استرداد العلاقة والصلح، ولا سيما بين الأحبة وبين الإخوة والأخوات أيضا. لكن بالنسبة للسؤال الذبيحة يمكن تجاوبت عليه هو خلال حديثك بالضبط، يعني ارجعي مع أي واحد مسلم إلى سورة البقرة 37 و 38، اكتبي الريفرنس عندك، هتلاقي ان آدم تاب، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب، وبعد كده يقول قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني هو طردوا من الجنة بعد التوبة، يعني التوبة لا تلغي العقاب على التعدي أمام الله. تاني نقطة ارجعي برضو لسورة الإعراف 26، وهتلاقي أن الله أنزل لباس يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى، فبالتالي الله ألبسهما لباس اللي هو الريش اللي هو مبني على الذبيحة. في نقطة مهمة قوي قوي عايزة أقولها لك، إن أي واحد مسلم يقولك إن الله رحيم غفور رحيم والله غير عادل إن هو يأخذ حقه بعمل الصليب في المسيح، قولي له الله كامل والكمال لله وحده، وإذا كان الله ناقص في العدل فهو إله غير كامل وحاشا لله. وبالنسبة للفداء، يعني الكتاب القرآن بيقول فديناه بذبح عظيم، يعني في ذكر للذبائح، وطبعا في الحديث وكذا في كتير أفكار اللي بتتكلم عن فكرة الذبيحة.
معنا دقيقتين أخت رشا، وأنا عارف أنه موضوع طويل. بالنسبة للفادي إحنا بنتكلم أنه على الغفران يعني له أساس، وأنت ذكرتي الفادي، إذا ممكن هيك سريع يعني بشكل بس حتى لو تذكري بس الفكرة خلال الدقيقتين. فكرة الفادي إن هو ما ينفعش إن اللي يكون ممثل ليا في إن هو يعيد العلاقة مرة تانية مع الله إن هو يكون ذبيحة حيوانية. وفكرة فديناه بذبح عظيم ما بيتكلموا عنها المسلمين في سورة الصفات إن هي بيتكلم على خروف الأضحى الفدى المفروض إنه إسحاق أو إسماعيل. احنا مش بنتكلم عنها بالشكل ده هو لان مش هينفع ان الخروف يتقال عليه عظيم، لكن هو وفي شرح الآية ده بيتكلم على حاجة اكبر من ان هو يكون خروف. والكتاب بيقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. فبالتالي الذبيحة الحيوانية لا تمثل الإنسان لأن الحيوان أقل رتبة من الإنسان. تاني حاجة، الإنسان العادي ما ينفعش ان هو يكون بيتحمل الخطية بتاعتي لأنه هو أصلا عنده خاطئ خاطي، لكن ولا ينفع إنسان بار لأن مهما كانت الإنسان ما فيش ولا بار وليس ولا واحد. ما ينفعش يكون ملاك ولا مخلوق سماوي لأن الإنسان ترفع فوق الملائكة والكائنات السماوية علشان كده هوت لازم يكون هذا الفادي لازم يكون إنسان لازم كامل. يكون إنسان كامل، يكون بلا خطية، يكون يقدر أنه هو يرفع خطيتي وخطيتك، ويكون هو قادر على أنه هو يقيم نفسه من الأموات، معلقوش دين، مش مولود تحت الدينونة. وعلشان كده ما تلاقي المسيح اتولد من امرأة ولم يولد من رجل، علشان الناس اللي بيجي من الرجل بيدخل في الخطية، وكان هو الإنسان البار الذي بلا خطية. وكفرته مش بس بكفر عن الإنسان كإنسان كامل، ولأنه جاء من السماء يقدر أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية، هو الوحيد الذي يستطيع أن يشبع وأن يرضي قلب الله، وهذه كلها استكملت واستجمعت في شخص واحد اللي هو يسوع المسيح. أخت رشا شكرا جزيلا، ربنا يباركك ورب يعطينا فرصتين رح نحكي عن الغفران اللي بيتعلق بالعلاقات. إخوتي وأخواتي بصلي من كل قلبي إنك تباركت من خلال هذه الحلقة. يقول الكتاب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. عاوز أشجعك مثل ما ذكرت أختي رشا إن الغفران بالكتاب المقدس هو غفران بلا حدود، محبة الله غير مشروطة غير محدودة، بحبك بغض النظر، ولكن الله بيّن محبته لنا لأن هو نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. هو إله الفرص، فأنا بعطيك الفرصة الآن أنك ترجع للرب وتتوب، تعترف وتآمن بيسوع المسيح. وعلى فكرة بحب أسمع منك. إلى اللقاء والرب يباركك.